واحد السلام عليكم متتبعين قناه الطبخ مع عزيز العبدي. كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. نتمنى نلقاكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال كيف ديما. كنشكر جميع الاخوان والاخوات من ارض الوطن وخارج ارض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم مع القناه. الله يحفظكم ويضمنكم ويسر اموركم كاملين بدون استثناء. واليوم العبدي جا وجاب واللي ما جاب ما تردوا عليه جواب. مطبخي المتواضع، مطبخي الصغير، مطبخ الزوفري. المهم مرحبا بكم والف مرحبا تحت طلب العديد من الاخوات. وانا ما ساعدتنيش الظروف اليوم، شاءت الاقدار، قلت نشارك معكم ما فيها باس. بحكم الظروف العمل وكذا يعني ما استطعتش باش غادي نشارك معكم اليوم تحت الطلب كي قلت لكم ديال الاخوات. طبق اللحم بالصفرجل او طبق الصفرجل باللحم، صفرجل معسل، بالطريقه والمكونات كيفاش تعاملوا مع العطريه في النصيب، شنو هما المكونات اللي كنحتاج ليهم انا. يعني راه كله طريقته، كل واحد كيفاش كيطيبهم. هي الملح والبزار هما البنه، وليدين الا كانوا بنان. انا غنشرك معكم طريقتي وانتم عندكم طرق ديالكم خاصه، جربوها وردوا عليا الخبر. المهم ان شاء الله المكونات انا موجدها باش تخرجوا معنا نتقدى اللحم والصفرجل ونرجعوا للمطبخ نطيبوا اشنو كاين. مرحبا بكم. تبارك الله الرئيس. الله يحفظك، مرحبا بنا عندك. ان شاء الله هنا باش غادي ناخذ الحيمات نديروا الشفرجل، وتابعونا ان شاء الله غادي ناخذ اللحم من العنقرة. اللحم من العنقرة. تبارك الله على السي رشيد. لامين القزارة، السي رشيد الهدهوت، مباركي. الناس راه كيسلموا عليكم من كل بلاد، الناس اللي خارجين من ارض الوطن ولا اللي داخلين ارض الوطن في كل مدينة. تبارك الله وصلى على النبي، الله يخلف عليك، الله يكبر بك. ان شاء الله هنا باش غادي ناخذوا الصفرجل كيف قلت لكم على قولة الله اكبر. محمد رسول الله. هنا كي قلت لكم ان شاء الله الشفرجل هو هذا باش غادي ناخذو. دائما خذوا الشفرجل اللي كيكون مايل للصفوريه، يعني كيكون طيب ما يكونش حامض. الشفرجل يكون مايل للصفوريه بحال هكا، ومن الاحسن يكون مقاد باش ما يعذبكمش ويجيكم حتى في الحطه مزيانه. هذا الشيء اللي كنتمنى. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا المكونات وهي كالتالي. هنا عندنا واحد القياس ديال نص كيلو ديال اللحم، نص كيلو عائلي على حساب وليداتك، قل من نص كيلو، اكثر من نص كيلو، المهم على حسب المستطاع والعدد الاشخاص اللي كيعيشوا معكم في الدار. هنا عندي واحد الصفرجل كيف ما كتشاهدوا، بعد ما غسلته حكيته بالشبكه باش يحيد منه داك الشعر اللي فيه او الصوف اللي فيه. هنا بالنسبه للمكونات او العطريه اللي كنخدم بها وهي كالتالي. عندي شويه الخرقوم عرق، شوية سكنجبير، وشوية الملح. هنا ورقة سيدنا موسى، وعندي الزعفران، وعندي القرفة عواد، عندي الخلجلان، بسيبيسا، قعقلة، والباديان. هادو مكونات من مكونات المروزية، داخلين في عشوب المروزية ومازال. هنا عندي واحد القبطة ديال القزبر، بس ما يعني ما درتش المعدنوس. هنا عندي واحد كركوبة كبيرة ديال البصلة باش تغمر ليا ديك الحيمات. وهنا عندي الزبيب، الزبيب هي الابيض ديال هاد المارو كيف ما كتشاهدوا على حسب. وهنا عندي واحد الملعقه متوسطه ديال الزبده والقرفه بودره، غادي نحتاج ليهم التسال ديال الصفرجل ان شاء الله.
طبيعة زيت الزيتون، الا محتاج ديروا زيت نباتي ماشي مشكل. بالنسبة لي انا غادي يعني بغيت زيت الزيتون، انا ما كناكلش زيت الرومي. اللحيمات هما هادو انا خديتهم من العنقرة. الاخوات اللي كتسولوني منين كتاخد اللحم، كناخد من العنقرة، من الكتف، من الخلالة، يعني من الظهر ديال البهيمة. والجزار ضروري ما غيعطيكم من كل من البهيمة كاملة، يعني انت وزهرك انت ونصيبك، لان يعني توا راه شاري البهيمة بعظمها بالحمى بشحمى بكل ملا صافي. وعندي غنحتاج هنايا الزهر ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا، وغادي نحتاج طنجرة الضغط، وغنحتاج طنجرة ثانية فاش غادي نسلق السفرجل ديالنا. وتابعونا ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا بخوتي المغاربة اينما كنتم واينما حللتم في جميع بقاع العالم. هنا ان شاء الله كناخذ طنجرة ديالتي او طنجرة الضغط او لا حتى طنجرة عادية الا كان عندك الوقت. بالنسبة لي انا راه ما عنديش الوقت دابا. هنا بسم الله على بركة الله غادي ناخذ هاد اللحيمات ديالنا. بسم الله الله ينزل البركة وتغلب على الجرية. هنا ان شاء الله باش غادي ناخذ العطرية اللي عبرت على حسب هاد الكمية بالعاشق او الملعقة الصغيرة ديال القهوة اللي كنحركوا بها القهوة. هاد الملعقة هنا ان شاء الله هانتوما كيف ما كتشاهدوا تقريبا خديت ملعقة من سكنجبير، ملعقة من الخرقوم عرق، ملعقة من الملح. غادي نضيفهم هنا على اللحم. هنا باش غادي نضيف، هنا باش غادي نضيف الباديان، حبوب من القعقلة، والخلجلان، وعود من القرفة، وبسبيسة. هادو بإمكانكم طحنوهم مع بعضياتكم، بإمكانكم ترموهم غير هكا، يعني راه غيبقاو في قاع الطنجرة ملي غادي نبغيو نسربيو، راه غيبقاو غير غيطلقوا لينا المنسم النكهة ديالتهم، غيطلقوا لينا النكهة ديالتهم. هنا هامايا، هنا غادي ناخد واحد ثلاثة الحبات حتى الأربعة ديال القعقلة كيف ما كتشاهدوا. وهنا غادي ناخد واحد طريف، واحد طريف من الخلجلان، وغادي ناخد واحد شوية ديال الزعفران، وغادي ناخد واحد طريف من سيبيزا، وهنا واحد طريف من عود القرفة كيف ما كتشاهدوا. هادو هما المكونات: ملح، سكنجبير، خرقوم عرق، الباديان، القرفة، الزعفران، عود ديال الخلجلان. هنا غادي نضيف واحد الورقة ديال سيدنا موسى او ورق الغار او ورق الرند كيف ما كتشاهدوا، وغادي نضيف عليهم واحد شوية ديال الماء، ونخليهم واحد القبيطة ديال القزبر، وغنشلط ديك البصلة ونضيفها عليهم. هنا دابا بعد ما شلطت البصلة كيف ما كتشاهدوا حتى هي غادي نضيف. انا ضفت هاد المكونات كاملة دقة واحدة كيف ما كتشاهدوا، ضفت البصلة، ضفت الملح، ضفت العطرية كاملة. هنا دابا شعلت عليها النار كيف ما كتشاهدوا، وغادي نضيف عليها واحد الكاس ديال الماء صغير ديال الأتاي. هنا باش غادي نحرك هاد المكونات كاملة جانس كاملة ان شاء الله، غادي نحرك هاد الحيمات مع العطرية مع البصلة. غتسولوني غتقول لي با العبدي موالف كدير البصلة يعني في اللحم بالكونتيتي كتير غير كتفرشخها. هادي اليوم المعسلة بالشفرجل، المعسلة طبق المعسل او المعسلة بالشفرجل كيف ما كتشاهدوا. صافي ان شاء الله نشحر ماشي نقلي، نشحر يعني التقلية كتكون بالزيت، تشحر بالماء. اللحم إلا قليتوه كيكرا كيتجمع، إلا شحرتوه كيبقى كما هو. غتسولوني غتقول لي السي العبدي علاش ما درتيش الثومة، غنقول لكم الحاجة اللي فيها القرفة وحلوة ما كنديرش فيها الثومة. اليوم غتقول لي الدور ديال الزهر، هانتوما انا راه كنطيب اللحم بالزهر بالماء زهر. هنا درت واحد الاناء باش غادي نصاوب فيه الشفرجل يعني نسلق. هنا رديت الماء يطيب باش غادي نمرق، وتابعونا ان شاء الله حتى نكمل. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا الشفرجل هانتوما كنخويه من الوسط. الى عندك هاد الاله هادي اليدويه، هاد الموس هذا بهذا الشكل
كنورك عليه من هنايا وكنبقى ندور حتى وكان يخرج من الجهه الاخرى باش كنجبد ليه داك القلب ديالو. القلب ديالو هنا واحد العصره ديال الحامض في هذا الماء، عصره ديال الحامض باش ما يكحلش، نقولوا حنا ما يكحلش. انا غادي نوريكم شنو غادي ندير ان شاء الله. هنا كي قلت لكم هانتوما كنبقى غادي شاد بيد وندور بيد الاخرى باش كيخرج لي القلب ديالو من هنايا بحال هوك. ساهله كتبقى الدور باش كيجي داك الى فرشختي تقدر تهرس لك السفرجله، سيرتو هذا شويه باقي حي يعني ماشي بحال داك الشفرج اللي كيكون صفر فونس ديال وقته طيب. هاد الحاجه ولات عندنا كطيب صحه. هنا هانتوما شوفوا كتجبد ساهله ها القلب ديالها، هانتوما كتجبد ساهله صافي، وكتستمر على هاد العمليه بحال هوك باش كتخرج من الجهه الاخرى، لان القلب ديال الشفرجل كيكون قاصح، القلب ديالو كيكون قاصح. ها هي هنا هانتوما كيف ما كتشاهدوا صافي، وكنحيدها بكل سهوله وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوا. هنا ان شاء الله هانتوما كيف ما كتشاهدوا ها هو صافي. هنا غادي نوريكم غنقطعهم بدوائر، غادي نقطعهم دوائر. هنا كيف ما كتشاهدوا هي كتجي ساهله دائره بحال هكا صافي. هنايا باش كنطلع فيهم واحد الغليه ديال الماء كنسلقهم. هنا صافي درت واحد شويه ديال الملح ودرتهم يغلاو، وانا معكم حتى يغلاو ان شاء الله، وغادي يعني يدخلهم الطياب وغنوريكم شنو غادي نضيف لهم. هنا بالنسبه للكوكوب ديالنا بسم الله هي تشحرات الحي ما تم تشحروا مزيان، الفيله راه دبلت كيف ما كتشاهدوا. هنا ان شاء الله غادي نضيف ليها تقريبا واحد نصف كاس ديال زيت الزيتون، وهنا غادي نضيف ليها الزبده. الزبده كتعطي اللمعان في اللحم وما كتخليش يعني يزرق وما كتخليش يتبدل في اللون ديالو صافي. وهنا غادي نمرق طبيعه، نعطيه المرق الكافي اللي غادي يطيب فيه اللحم. بالنسبه لي انا اللحم عندي غير صغير، عندي اللحم ديال العجل ولكن بدري يعني سنين الحليب ماشي كبير، اللحم دغيا غادي يطيب نسد عليه، ممكن نخليه يطيب بحال الكوكور بحال طياب الطنجره عادي، ولكن اللي ضيق الوقت انا غادي نسد عليه الكوكوط باش نربح معكم الوقت. هنا ان شاء الله هانتوما كيف ما كتشاهدوا سديت عليها، غادي نخليها واحد 20 دقيقه ثلث ساعه ونقلب اللحيمات ديولي ما بين 20 دقيقه 25 دقيقه. هنا بالنسبه للسفرجل هانتوما ملي كديروا ليه الماء الحامض ما كيتبدلش في اللون ديالو. هنا درت ليه هنا واحد العود ديال القرفه باديان واحد شويه ديال الزبده واحد شويه ديال القرفه بودره عود القرفه عواد، ودرت البودره عاد غادي نعسلو من بعد ان شاء الله وتابعونا. هذا ممكن تحتفظوا به حتى في المجمد بعد ما ديروا ليها الطريقه، احتفظوا به صفوا يعني صفوه خوع عليه الماء يوقف الطياب ديالو، ديروه في بلاطو دخلوه للفريغو. ملي كيتكونجلا حبه حبه ديروه في واحد البواطه، وملي تحتاجوا ليه جبدوه. بما انه موسم السفرجل دخل ممكن تحتفظوا به يعني لواحد الوقت ديال تقدروا حتى للصيف تبقاو تستعملوا فيه حتى للصيف، مع ان كل حاجه حلاوتها في وقتها
لا من خضره لا من ديسير لا من اي حاجه، حلاوتها في وقتها. وتابعونا ان شاء الله. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا هانتوما الشفرجل ديالنا ها هو طاب. دابا باش غادي نطفي عليه ونوريكم الاضافات اللي غادي نضيف ليه. بالنسبه للكوكوط راه مازال كطيب، باقي ما قلبتهاش. الشفرجل ما كيهش طياب كيف اللحم. وتابعونا ان شاء الله حتى نساليو. هانتوما معنا. هنا دابا كيف ما شفتوا صفيتو، صفيت الشفرجل من الماء، خديت واحد شويه الماء، الماء اللي طاب فيه الشفرجل خديته هنا بواحد المقله كيفما كتشاهدوا، مقله ديال الجرانيت. خصني ندير هذه كبيره، غادي ندير هذه كبيره هذه صغيره، غادي ندير هذه. تحيه للاله حكيمه من فرنسا والام ديالهم اللي كانوا صيفطوا ليا مع شي كادوات، الله يحفظهم ويضمنهم. هنا ان شاء الله باش غادي نوريكم اشنو غادي ندير. هنا غادي ندير القرفه والسكر والزبده والزهر. هنا كيف ما كتشاهدوا غادي نضيف السكر وغادي نضيف القرفه بودره وغادي نضيف واحد شويه ديال الزعفران كما كتشاهدوا، وهنا الزهر واحد ربع كاس، هنا الزبده، هنا ان شاء الله. دابا بالنسبه للحم انا حليت عليه، اللحم هو حليت عليه صافي، يعني دخلوا الطياب هنا، هنا دخلوا الطياب. هنا غادي نضيف ليه واحد شويه ديال ماء الزهر، وغادي نضيف ليه هاد الزبيب، هاد الزبيب بعد ما نقيته وغسلته صافي، ونقص عليه البوطه ونخليه. هنا كيف ما كتشاهدوا المقله ديالي، هانتوما الشفرجل هنا غادي نبدا نستف فيه. بسم الله، هنا غادي ناخذ غير القياس اللي غادي نسربي، هو اللي غادي نعسل. كيف ما كتشاهدوا كيولي يعني بحال الطريقه ديال الاناناس، حتى الاناناس كندير ليه هكا، الاناناس حتى هو كندير ليه نفس الطريقه. هنا بغيتو ديروا شويه المشماش خلط ديروه معاه ديروه، بغيتو تخلوه، انا بغيت غير سميتو، بغيت غير الصفرجل، يعني ما بغيت ندير لا مشماش لا برقوق لا اناناس لا والو، بغيت النكهه ديال الصفرجل فقط هي اللي بغيت. انتوما القدره ديالتكم على السكر، بغيتو ديروا السكر كثير ديروه، ما بغيتوش ما ديروش. هنا غادي نهز واحد شويه المراق ديال هذاك اللحم اللي طاب فيه كيف ما كتشاهدوا، وغادي نضيفوا عليها التسيله. الريحة طالعة، يا سلام، باديانة ماشي مشكل، ديروا الباديان، حتى الباديان كيعطي واحد النكهة اللي هو خطيرة في هادشي ديال المعسلات. صافي، ونخليه إن شاء الله يطيب. بالنسبة للحم بعد ما درت ليه الزبيب نسد عليه ونخليه يكمل الطياب ديالو. وتابعونا دابا ان شاء الله ما بقى لينا غير نتلاقاو في طبق تقديم. بالنسبه لهذا اللي بقى ليا نحطه في المجمد، غنستفو في واحد البلاطو او واحد الاناء كيف ما كتشاهدوا، انا درته في واحد الصينيه. هنا غادي نخليه حتى يبرد، ملي يبرد عاد غادي نضيفو نديرو في المجمد ونشد
وحده على وحده في البواطه بحال هكايا ونستفو باش ما يلصقش على بعضياته. كتجي الطريقه سهله بالنسبه لي. هذا بقى لي مثلا طويجين صغير مره اخرى يعني نطيب به طويجين. ها الطاجين ها هو طاجين صغير غادي نطيبو به كافي ووافي بالنسبه ليه كافي ووافي. وتابعونا ان شاء الله حتى نكملو. بالنسبه ل هانتوما مقيله ها هي يا كيتعسل وكيعطي واحد لوغو يا سلام. حتى كيشرب ديك هذيك المقيله كتشرب ديما بحال هكا ديما. ديروا لي الملح في السليق الا ما درتوش لي الملح في السليق ما كيجيش بنين. السكر لا علاقه غير مجرد منسم وصافي كنكملوا به. واللي ما بغاش يدير السكر ما يديروش يكتفي بلاصوص ديال المرقه ديال اللحم. راه ممكن يجي حتى بالدجاج ممكن يجي حتى بالدجاج غير هو اللحم كيعقرو الصفرجل اللحم كيعقرو لا غلمي ولا بقري كيبغي الحيمات رطبات. وما يبغيش الشحمه لانه المعسل كيتسمى المعسل. هذا طبق المعسل صافي. هنا ما بقى لنا غير نتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. طبق التقديم انا غسلت الطاجين ووجدته ان شاء الله باش غادي نسر به. هنا هانتوما كيف ولا شوف شوف المقله حيت هي غرانيت ما كتلصق ما كتشيط ما والو صافي هو يتعلق. راه داير الفلاش انا راه خدام بالفلاش انا خدام بالفلاش. صافي دابا ان شاء الله كي قلت لكم غادي نسربيو وهانتوما معنا. هنا ان شاء الله الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا خبيزات ديال الدار. بسم الله افتح يا سمسم. ها هو يا طاجين المعسل بالصفرجل شويه الجلجلان من الفوق الكرز معسل. عاد لقيتو عندي قلت اللهم نعطيه يعني غير كافكار يعطي النظره باش ما يجيش طاجين كنقولوا ملط. شوفوا المعسله ديال باكم العبدي تمريقتها مدغمره بالزبيب هي نورمالمون كنضيفوا لها العسل في اللحم ولكن انا ما بغيتش ندير العسل. وتابعونا ان شاء الله وكنتمنى هنا الاعجابكم يرضيكم يكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا بكم خوتنا المغاربه وخواتاتنا المغربيات اينما كنتم اينما حللتم في جميع بقاع العالم. ثم بسم الله شوفوا المذاق يا سلام. جربوا طريقتي وما غاديش تندموا عليها تلقاو بها ضيافكم بوجهكم احمر. ومرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. وهنا كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا بخوتي المغاربه وخواتي المغربيات اينما كنتم اينما حلتم في جميع بقاع العالم. جربوا هذا الطبق. ضربت يدي ضربتها ولكن ماشي مشكل ما غاداش تبرا والله ما غادا تبرا عارفه ما عرفتش شنو هي اللي جرت. المهم جريت غير شي حاجه ما عرفتش بالضبط على الزربه وكنغسل في المعان. المهم مرحبا بكم وكنتمنى طبق بوكم العبدي طبق بوكم العبدي ينال اعجابكم. ومرحبا بكم ما تبخلوش علينا بالبونيه والترشيم والسب والشتم والقذف حتى هو ما تنساوش. المهم مرحبا بكم مرحبا والف مرحبا بالمغاربه كاملين لا اللي غوينا ولا اللي ما يغويناش لا اللي يحملنا ولا اللي ما يحملناش. المهم انا كنحملكم كاملين مرحبا بكم.